مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. هناك كتلة هوائية معتدلة إلى لطيفة الحرارة تؤثر على أجزاء المملكة كافة، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض واضح على درجات الحرارة. تصبح الأجواء لطيفة من حيث درجات الحرارة في النهار، لكنها تميل للبرودة أثناء الليل، وفي المناطق الشمالية هناك فرصة لسقوط بعض الأمطار المتفرقة يومي الأحد والاثنين، قد تمتد أحيانا لفترة قصيرة لبعض المناطق الوسطى. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ بيوم الأحد. يوم الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر. العظمى المتوقعة 26 والصغرى 19، المرتفعات الوسطى العظمى المتوقعة 24 والصغرى 17، المرتفعات الجنوبية 23 إلى 14 درجة، والأغوار البحر الميت أجواء حارة نسبيا تقريبا العظمى بحدود 34 والصغرى 23 درجة مئوية، العقبة حارة نسبيا 35 إلى 24، البادية الجنوبية الشرقية 30-17 والبادية الشرقية 31 إلى 19 درجة مئوية. أما يوم الاثنين فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أقل من المعدل بشكل واضح، أجواء غائمة جزئيا بوجه عام في معظم مناطق المملكة، فرصة لسقوط بعض الأمطار أو زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة قد تصل إلى بعض المناطق الوسطى أحيانا، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 24-18، المرتفعات الوسطى 22-18، المرتفعات الجنوبية 20-13، والأغوار البحر الميت 32-23، وخليج العقبة 32-24، البادية الجنوبية الشرقية 27-16، والبادية الشرقية 30-18 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تبقى فرصة الأمطار واردة في المناطق الشمالية لكن تضعف تدريجيا، وأيضا يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا تبقى في معظم المناطق، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 26 والصغرى 18، المرتفعات الوسطى 23-17، المرتفعات الجنوبية 20-14، والأغوار البحر الميت 22-32-23، وخليج العقبة 32-23، والبادية الجنوبية الشرقية 26-16، والبادية الشرقية 27 إلى 17 درجة مئوية. الأربعاء أيضا تبقى الأجواء بشكل عام لطيفة، تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، هذا لطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 26 والصغرى 17، المرتفعات الوسطى 23-18، المرتفعات الجنوبية 20-15، والأغوار البحر الميت 32-23، وخليج العقبة 32-24، والبادية الجنوبية الشرقية 28-18، والبادية الشرقية 28-18 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تكون الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، أيضا تظهر بعض السحب أثناء النهار على المنخفضة خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 28 والصغرى 19، المرتفعات الوسطى 25-19، المرتفعات الجنوبية 23-15، والأغوار البحر الميت 34 إلى 24 درجة مئوية، وخليج العقبة 34 إلى 24، البادية الجنوبية الشرقية 28-19، والبادية الشرقية 29 إلى 19 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة لكن تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها أو تقترب من المعدلات،
تبقى الأجواء معتدلة أثناء النهار وأيضا تبقى لطيفة أثناء الليل. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 27 والصغرى 18، المرتفعات الوسطى العظمى 25 والصغرى 15، المرتفعات الجنوبية 22-12، والأغوار وخليج العقبة 34 إلى 22 درجة مئوية، وخليج العقبة 34 إلى 21، والبادية الجنوبية الشرقية 30 إلى 15، والبادية الشرقية 31 إلى 16. يبقى أن أشير هنا أنه أيضا تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وقد تسبب أحيانا هبوب بعض هبوب الرياح ونشاط الرياح، قد يسبب إثارة الغبار والأتربة خاصة في بعض المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية من المملكة، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.